السلام عليكم. نبدأ بسم الله ما شاء الله معكم ابن الشام. اخواني بتمنى منكم صلوا على النبي، اذكروا الله لا اله الا الله سيدي محمد رسول الله. اعذرونا شوي، عندي ضغط كتير بهذا الوقت، فمعلش بعتذر منكم اذا ما عم ننزل كل يوم او عم نقطع عليكم بعض الفيديوهات او المعلومات المهمة. بتمنى منك تشترك بالقناة، حطنا لايك وفعل زر الجرس لحتى يصلك ان شاء الله من ابن الشام كل شيء جديد. واي حدا عنده اي مشكلة بالنسبة لطيور الكناري المريضة يتواصل معي عبر صفحة الفيسبوك. اليوم موضوعي بيحكي اذا طلع عندي بيض غير مخصب انا كمبتدئ شو لازم اعمل، شو لازم اتصرف مع هي الانتاي. هل ترى اعمل مثل ما عم يعملوا بعض المربيين المبتدئين، بيجي بينكتل العيش او بشل العيش حتى كمان بقيم كمان حتى بيعزل الذكر وبيخلي الانتاي لحالها بالقفص، بيرجع قال بعدين مثلا بيقدم لها العيش وبيعطيها مثلا مواد التعشيش والى اخره. فهل هذا التصرف هو صح؟ خلينا نشوف بهذا الفيديو، رح اوضح لكم ان شاء الله بالصوت وبالصوره قدام عينكم كيف انا بتعامل مع الانتاي بس يطلع عندي بيض غير مخصب. طيب اللي متابعني بيعرف بالنسبه لهذا الجوز الريسيسيف، الانتاي الليمونيه او الانتاي الصفراء طابه بالعش، وهذا هو الذكر الابيض. طيب بالنسبه لهذا الجوز انا قلت لكم ما شفت الذكر كبس الانتاي، تمام؟ حلو الكلام. طيب بالنسبه لهذا الجوز الذكر وبالنسبه للانتاي الاثنين بكاري، يعني فراخ 2023، تمام اخواني؟ طيب لما فحصت البيض طلع البيض غير مخصب. طيب امتى بفحص البيض؟ في عالم بتفحص البيض بس الانتاي ختمت الاربع بيضات او الخمس بيضات، بيجي والله قال مثلا بيفحص البيض. هذا الوقت غلط اخي الكريم. امتى بفحص البيض؟ بس يصير عمر اخر بيضة 7 ايام، ما بيجي بفحص انا من عمر اول بيضة 7 ايام، لا، لانه لما انا افحص، حطوها حلقة قد نكون، لما انا افحص البيض تمام بس تختم البيض اربع بيضات ولا خمس بيضات واجي افحص البيض ويطلع البيض غير مخصب، طيب عمر اخر بيضة بيكون يوم او يومين، يعني اكيد ما رح تلحق تخصب البيضة. فاقل شيء بتعطي انت وقت من عمر اخر بيضة 7 ايام. تمام نرجع لموضوعنا، فحص البيض طلع البيض غير مخصب بالنسبة لهذا الجوز، شو وجب علي يساوي؟ في عندك كذا طريقة، ركز معي وتابع الفيديو للنهاية لحتى ان شاء الله تستفاد، واللي ما حط لي لايك على حب النبي حط لي لايك. طيب عندي جوز تاني بسم الله ما شاء الله الانتاي بيضة، واللي متابعني بيعرف انا حكيت فيديوهات سابقة الانتاي على وجه بيض، وفضل الله عز وجل هلأ حطيت اليوم ثالث بيضة بفضل الله عز وجل مثل ما نكون ملاحظين، تمام؟ طيب هذا الجوز بيض مو بفحص البيض بعد عمر اخر بيضة 7 ايام، اذا لقيت، شوفها هي اول طريقة ركز معي، اذا لقيت هذا الجوز البيض عنده مخصب فيني امسك هدول البيضة اللي عندهم من هذا الجوز، امسك هدول البيضات حطهم عند هي الانتاي وخليها تحضن بيضات هاي الانتاي، تمام؟ يعني بخلي الانتاي تبيض عندي بطن تاني بعد اسبوع تقريبا اذا الله راض. فهمت علي اخي؟ يعني مشان انت تستفاد مثلا من حضن هاي الانتاي للبيض، فيك تنقل هذا البيض للانتاي التاني بتكون بعده تقريبا بنفس الوقت. هي اهم فكرة، مو يكون مثلا البيض عمره مثلا 15 يوم وهذا عمر البيض 7 ايام، فرق اسبوع ولا 10 ايام، لا، هاي الانتاي بين هاي وهاي تقريبا في فرق 3-4 ايام. او الطريقة الثانية اللي هي فيني انا مثلا شيل فقط البيض الغير مخصب فقط، لا بشيل العش لا بعزل الذكر ولا بشيل مواد التعشيش ولا بعمل اي شيء، فقط بمسك البيض وبكبه وبخلي الذكر عند الانتاي، واذا طلع اول بطن عندك البيض غير مخصب فهذا موضوع طبيعي. ليش؟ لانه اثنين بكاري عادي، اعطيه وقت للذكر يتحمله انت اخي الكريم للبطن الثاني. هلا البطن الثاني طلع البيض غير مخصب، ممكن ساعتها انت شو تعمل مثلا؟ تشيل الذكر هذا تحط له ذكر ثاني.
طيب الطريقة الثانية، الطريقة الثانية اللي ممكن أنا مثلاً أتعامل مع هذا الجوز لما يطلع البيض غير مخصب، شو ساوي؟ ممكن إذا أنت حابب مثلاً تشيل الذكر تمام وتجهز له ذكر ثاني، ذكر جديد. مثلاً عندك أنت لنقول كمثال ذكر، مثل بيقولوا ذكر لحاله، فيك أنت تشيل الذكر هذا تمام وتعمل تشويق بين الذكر هذا والإنتاية هي، وبس يصير في توالف بيناتهم. ممكن تمسك الذكر أنت وتدخله على الإنتاية. طيب مثل ما ملاحظين هلأ بالنسبة لهذا الجوز، الجوز هذا بايض، شوف أنت لاحظ على الذكر كيف عم يتصرف مع الإنتاية تمام. مثل ما يكون ملاحظين الذكر بده إياها ترجع على العش، لان في ذكر بسم الله ما شاء الله عم يغرد هذا هذا هو الذكر تبارك الرحمن، ما عم يسكت البركه، فبضوج العالم ما بضوج الجواز كله الراكبه يعني تمام اخواني. طيب شايف كيف بده اياها ترجع على العش. هلا بهذا التصرف ما في داعي اخي الكريم تعزل الذكر، ما في داعي تعزل الذكر بهذا التصرف، تشاجر خفيف. ولكن إذا كان في تشاجر قوي تمام وتشاجر مدمي ممكن تعزل الذكر. هلا الإنتاية بدها ترجع بس، ولكن الإنتاية صراحة خايفة مني. أنا بنصحكم نصيحة لوجه الله تعالى، أي حدا عنده جواز راكبة تمام ما يضله رايح جاي على العش أو على الجوز يتفقد البيض ويتفقد الذكر ويتفقد الانتاي. ليك هلا الانتاي هي قاعدة بسم الله ما شاء الله عين الله عليها، بس ولكن هذيك الانتاي خايفة. ليك ها الانتاي مبينة بدها ترجع على العش، بس ولكن الانتاي خايفة. أنا عم ورجيكم كله بالصوت وبالصورة إن شاء الله تعالى. ليك 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 شوف، شفت هلا وين هي صارت؟ بقلب العش، بس ولكن خايفة مني لأني أنا بقلب الغرفة. وانا لو ما بدي اصور الفيديو على فكره ما بضلي قاعد عندهم لهالدرجه هي، تقريبا صار لي ربع ساعه. وكمان في شغله بدي افيدكم فيها، اذا في حدا مثلا حابب يخلي البيض المخصب ما يكبه، فيك تستعمله انت بدال البيض البلاستيكي. مثل ما انكم ملاحظين انا في عندي بيض بلاستيكي، وهذا البيض ببدل فيه انا بدل فيه البيض الطبيعي تمام. ففيك انت تخلي البيض الغير مخصب تحتفظ فيه وتخليه بدال البيض البلاستيكي تمام، بس ولكن بدك تعلمه لحتى ما تخربط بين البيض المخصب مثلا والبيض الغير مخصب. وهذا هو كان فيديو لليوم، بتمنى ان شاء الله يكون نال اعجابكم، بتمنى ان شاء الله يكون ابن الشام عن حسن ظنكم، وبتمنى ما يكون حدا قصر معنا ووصل لهون ما حطنا لايك او اشترك بالقناه او فعلنا زر الجرس. دعمكم هو اللي بخلينا نحن نستمر ان شاء الله تعالى. بتمنى التوفيق للجميع، كان معكم ابن الشام، السلام عليكم.